بسم الله الرحمن الرحيم، معكم كيوا شاكيب من نادي سي اس اف للترياطلون لمدينه وهران. لا تاع الاخر شيباني. اليوم كانت الطبعة اولى من دياتلون كروس، يعني هو كانت الطبعة اولى في الجزائر باكملها، لانه اجري في غابه كاناستيل، يعني اكسبيريونس جديده علينا. احنا جامي درنا جرينا ودرنا في تي تي اون ميم طون، صافي بليزير. اورغانيزاسيون كانت من مستوى عالي الحمد لله، مع انها طبعة اولى الحمد لله. ان شاء الله يكون كاين اكثر واكثر من هذه النسخ وفي كل ولايات ان شاء الله. الناس هذا تطوع من نادي ليون دورون، يعني النادي جديد، نشكروا على هذا لي زيفور تاعه. احنا نحوسوا الماكسيموم باش نديفلوبو هذا السبور في مدينه وهران وفي الجزائر باكمل. الحمد لله كملنا دروك لا كورس ديليت. انا نقراو انا كريادي ديليت ومن طون كمدرب للاصغر في نادي استرياتلون لمدينه وهران. غنشوفوا السباق البنجامان ولي كادي ولي ميني مدروك، اي ابري نشوفوا لا كورس تاع لي كيد الصغار من 6 حتى 13 ان شاء الله. هذه هي ان شاء الله تكون كاع نهار مليح. وي ندير ستريات كوم اتليت وفي استري كوم انا اتليت في سي اس اف ومدرب في نادي استرياتلون. يعني عندي عندك صعوبه في الفوتبال؟ لا الحمد لله الحمد لله، يعني احنا سكنوا هنا في وهران، كانت رانا موالفين هذا الباركور، ترينينا فيه بزاف، حضرنا فيه، تما كان المسلك معبد بشكل جيد من طرف النادي. نشكرهم على المجهود تاعهم والحمد لله الحمد لله. كانت روعه، التنظيم كان رائع، الانطلاق في وقته، هذا هو اهم شيء. نحاولوا نكونوا منظمين باش تكون لي زيفانمون يكونوا من يشوفوا يجي عائله تجي مع ابنائها تشوف التنظيم كما هذا، تحفزهم باش تدخل اولادهم لهذه الرياضه. يعني هذه الصح، يكون كاين جيل جديد. يعني تشارك في البطوله الافريقيه المقرره ان شاء الله. هذا يعود الى الفيدراسيون، هذه لا ديسيزيون تعود الى الفيدراليه، ما تعودش لينا احنا. احنا انا حاضرين الى عيطونا نروحوا ان شاء الله. افيك بليزير. هذه هي، شكرا. الهدف تاعي يعني في الجزائر باش تكون رياضي هدف يكون محدود. انا نحاول ندير توازن بين الدراسه تاعي، يعني عشان نقرا ستابس. شكرا جزيلا. هذا الزميل تاعي كما كنت نقول لك انا كريم هذا الانترفيو هذا، وان شاء الله يفوت الايفانمون كامل على